اهلا بحضراتكم. ساعات قليله بتفصلنا عن شهر رمضان المبارك. طبعا شهر رمضان له مكان عظيم عند الله سبحانه وتعالى، وجعل الله نفحات هذا الشهر كثيره ومتنوعه الحقيقه لما يتحمله العبد طبعا من مشقه في هذا الشهر من اجل مرضات الله سبحانه وتعالى. كلنا محتاجين نعرف ازاي نستعد ونهيئ انفسنا قبل استقبال هذا الشهر الفضيل، افضل العبادات في هذا الشهر وافضل الادعيه واوقات الدعاء. كل هذه التفاصيل هنعرفها من الشيخ احمد تركي، احد علماء الازهر الشريف. اهلا بحضرتك يا مولانا، منورنا في اليوم السابع. اهلا وسهلا، تحياتي لحضرتك ولكل فريق اليوم السابع، ومنصه عالميه كبيره بتفيد الشعب المصري والعالم كله. اهلا بحضرتك، منورنا، كل سنه وحضرتك طيب طبعا وكل الامه الاسلاميه بخير يا رب. اهلا وسهلا. خليني اسال حضرتك في البدايه مولانا، يعني ازاي نستعد لهذا الشهر الفضيل؟ طبعا احنا هنتكلم تفاصيل كثيره جدا عن فضل هذا الشهر واسئله كثيره جدا هنسالها، لكن كيف نستعد ونهيئ انفسنا لاستقبال هذا الشهر الفضيل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني ايه شهر رمضان المبارك؟ شهر رمضان المبارك ربنا سبحانه وتعالى اختاره من ضمن 12 شهر، ال 12 شهر دول اللي بالتقويم العربي مش التقويم الافرنجي، يعني دوره القمر. ودايما دورة القمر لها علاقة بالعبادات وبالإسلام وبحياة الناس. ويسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج. هنتكلم عن لمحة فلسفية عشان ندخل نجاوب على سؤال حضرتك. طيلة العام الإنسان تحت ضغوط، تحت ضغوط الاحتياج، تحت ضغوط العمل، تحت ضغوط الظروف الاقتصادية، تحت ضغوط الحروب، تحت ضغوط الأخبار السيئة، تحت ضغوط المخاطر المحتملة والمخاطر المؤكدة. هذه حياة الإنسان، ولقد خلقنا الإنسان في كبد ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. فالإسلام بينظر للإنسان على أنه في رحلة سفر، هذه الحياة إحنا في رحلة سفر، فوإحنا ماشيين في الطريق كل شوية في استراحة. هذه الاستراحة إحنا بننزل الشنط بتاعتنا علشان نجلس ونشرب شاي وندخل الحمام ونستريح وننام ونستجم وبعدين نكمل المسير. شهر رمضان هو ده الاستراحة. صحيح. وبالتالي شهر رمضان يعني ايه؟ شهر رمضان المبارك هو استراحة روحية جعلها الله تعالى هكذا، استراحة روحية من ضغوط الحياة ومن كل التأثيرات اللي بتؤثر على حياة الإنسان وعلى ثقافته وعلى فكره وعلى ضغوطه وعلى قلبه وعلى حياته. فبنخش بقى في شهر رمضان المبارك عشان نقول يا رب. وده المعنى اللي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أكده عندما دخل عليه شهر رمضان المبارك، وقف على المنبر وقال: أيها الناس، لقد أظلكم شهر كريم مبارك، شهر تغفر فيه الذنوب وتمحى فيه العيوب، فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم، وفي رواية: من أدى فريضة فيه كان كمن أدى فريضة فيما سواه. ده شهر رمضان المبارك. نستعد إزاي؟ نستعد زي ما احنا ماشيين بسيارتنا كده وبنفك الحزام عشان نركن على جنب عشان نستريح. هذه الراحة هل هي راحة من العمل؟ لا، إنما راحة من الضغوط. طيب هنستريح إزاي ونأهل نفسنا إزاي؟ نأهل نفسنا بأن احنا ندرب أنفسنا ونؤهل أنفسنا على المستوى الاجتماعي وعلى المستوى الفكري وعلى المستوى الروحي لشهر رمضان. طب على المستوى الروحي نبدأ قيام ليل من اليومين دول. ليه بقى؟ لأنه الإنسان لما يكونش متعود على التراويح وعلى قيام الليل وإنه بيأدي الفريضة بالعافية، فالتراويح هتبقى ثقيلة، فهيعدي 5-6 أيام من شهر رمضان هيفوتوا خير كتير لحد ما يتعود على التراويح. طب ما نتعود قبل شهر رمضان. طيب ذكر الله سبحانه وتعالى خلى عندنا ورد من أوراد الذكر: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، أو كلمة لا إله إلا الله، أو الصلاة على سيدنا رسول الله. طيب هذا على المستوى الروحي. طب على المستوى الاجتماعي احنا عارفين ان الأعمال في الإسلام مقدمة على الشعائر، ففيه رمضان أعمال وفيه رمضان شعائر. رمضان الشعائر الكل يتحدث عنه، يلا نصلي، يلا نروح التراويح، يلا نذكر الله والأدعية وبنتبادل الأدعية وبنتبادل، هذا رمضان الشعائر. أما رمضان الأعمال فبنتعلمه من سيدنا النبي بقى. نتعلمه من سيدنا النبي إزاي؟ أنه صلى الله عليه وسلم علمنا أن الله تعالى يغفر لكل الناس
عدا المتخاصمين أو المتشاحنين، فيقول الله تعالى انظروا هذين حتى يصطلحا. فما ينفعش يدخل علينا شهر رمضان المبارك وإحنا أصدقاء وإحنا زمايل في الشغل وإحنا أولاد عيلة وأسرة واحدة ولسه في بينا مشاحن وكراهية وضغينة وخصومة. وهنا بقى بنستدعي الصدقة بالعرض اللي سيدنا النبي علمها لنا، الراجل اللي ما لقاش حاجة يتصدق بيها فقال اللهم إني تصدقت بعرضي على كل الناس، فقال رسول الله من تصدق بعرضه البارحة؟ قال أنا، قال قد غفر الله لك وقبل الله صدقتك. إذن مهم جدا على المستوى الاجتماعي نفض هذا الاشتباك، داخل علينا استراحة جميلة اسمها شهر رمضان وإحنا مسكين في خناق بعض، إذن نفض هذا الاشتباك ونستريح، وعشان خاطر ربنا ندخل شهر رمضان المبارك في حالة سلام اجتماعي. وأيضا علمنا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أمر في غاية الأهمية، إنه مقصود الصيام إني برضو نحس بالفقرة والأقل مننا. هل فيه ناس نتوقع إن فيه ناس مش لاقية اللقمة اللي ممكن تاكلها؟ طب لما نفكر في هذه الحالة أن هناك جوعة وأنا شبعان، أن هناك ناس عريانة وأنا لابس هدومي وعندي كسوة وعندي الدولاب مليان، أن أنا عندي مأوى وبيت وفي ناس ما عندهاش بيت، هنا بقى بنفكر في الصدقة. ولذلك سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان أجود ما يكون في شهر رمضان كان أجود من الريح المرسلة. يعني أجود من الريح المرسلة؟ الريح بتمشي بسرعة الريح، فسيدنا النبي كان كده، كل ما عنده يجود به بعد احتياجاتي طبعا. فنتعلم ان الانفاق في سبيل الله من افضل الاعمال، وخاصة في شهر رمضان المبارك. هنرجع برضو نتأهل على المستوى الذكر والدعاء بالقراءة القرآن وكيف نتعامل مع كتاب الله، نبدأ دلوقتي. ومن المهم جدا ان احنا نبدأ شهر رمضان بتوبة نصوح. التوبة النصوح هي ايه؟ التوبة النصوح الفارق بينها وبين التوبة العادية أنها توبة عن فترة مش عن ذنب. يعني كل أنواع التوبة، عملت ذنب معين يا رب توب علي، يا ربنا بيتوب علي. إنما أنا عايز أقول إيه، أنا عندي سنة كاملة، عندي عمر كامل، عندي فترة كاملة مانيش عارف أنا عملت إيه خطأ، مش عارف أعد ولا أحصي أخطائي، سواء كانت أخطاء في حق الله أو في حق العباد، فأتوب توبة نصوحة. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. وبالتالي من المهم أن نستقبل شهر رمضان بهذه الروح وبهذه الهمة وبهذا التغيير على المستوى العملي قبل المستوى الشعائري. صحيح. طيب حضرتك يعني ذكرت نقطة مهمة جدا اللي هو إنهاء الخصومات والتشاحن قبل شهر رمضان. هل يعني لو مثلا أحد لا يستطيع إن هو خلاص هو مسامح الناس بس يعني العلاقة مش يعني مش ولا بد يعني مش قوية قوي، يعني هل ده بيقلل من الأجر لي؟ أنا دايما بقول الناس كإبل 100، وده حديث صحيح، لا تكاد تجد فيها راحلة. مش كل الناس اللي بنتعامل معاها زي ما احنا متصورين وزيادة. الناس اللي احنا يعني ممكن تكون قليلة اللي بنعرف نتعامل معاها لا شك أنها قليلة، فاحنا بنحافظ على صلة الرحم وخلي التعامل اللي بيجيب أذى من بعيد لبعيد. بمعنى أنا عندي مثلا جارتي أو عندي جاري أو عندي قريبي، كل ما بنقعد مع بعض ونتكلم زي زمان ونفضفض مع بعض بنشتبك ونختلف وتحصل مشكلة والمشكلة تتحول إلى أزمة. طب خلاص بلاش، يبقى إذن بينه وبينها فقط الخير، السلام عليكم يا فلان وعليكم السلام، كل سنة وانت طيبة وحضرتك طيبة، انت عايزة حاجة تحت أمرك، في جنازة بنحضر، في مرض بنعود، في مجاملة بنعملها، في خير بنقدر نقدمه. هذا هو التعامل. لكن ليس معنى فض الاشتباك الذي أقصده وإنهاء الخصومة إننا أحمل نفسي أذى فوق أذايا. يعني النبي عليه الصلاة والسلام علمنا قال لا ضرر ولا ضرار والضرر يزال. فمش معنى ذلك إننا في حد بيأذيني إذن أنا أتحمل أذاه وتفضل أذيني أكتر. لا، مش من حقك تأذيني، فأعمل إيه؟ بهرب من الأذى. طيب أهرب من الأذى وأحافظ على صلة الرحم؟ نعم، هو ده المطلوب.
طيب اهرب من الاذى واحافظ على الخيط الصغير اللي بينه وبينه، ايوه هو ده المطلوب، وهي ده مفهوم صله الرحم. انما المقاطعه المذمومه في القران الكريم وفي سنه سيدنا رسول الله والمشاحنات اللي هي العداوه اللي بتتحول لبغضاء، والبغضاء بتتحول لحرب، والحرب بتتحول الى نار بتاكل الاخضر واليابس بالنسبه للاواصر الاجتماعيه الجميله اللي موجوده ما بين الناس على مستوى الاسره وعلى مستوى الشارع وعلى مستوى المعاملات كلها. هذا هو المحرم اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكره. صحيح. هناك طبعا من يدخل هذا الشهر الفضيل يعني بنفسيه المتسامح، وهناك من يدخل بنفسيه المتقي، وهناك من يستقبل هذا الشهر ايضا بنفسيه الموقن، يعني في النهاية ونفسية طبعا التائب والمتوكل على الله سبحانه وتعالى. يعني كيف نصل لمرحلة أن نكون ممن رضي الله عنهم ورضوا عنه؟ المعاملة. لو واحد النهاردة صام الشهر الكريم في الكعبة وقعد يعمل عمرة طول الشهر وقعد ساجد وراكع وبينفق في سبيل الله وكده، وهو ظالم العمال بتوعه اللي في المصنع بتاعه ما بدهمش المرتب بتاعهم ولا يكفيه كل هذا. احنا عندنا حضرتك سنة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام القولية، الصحيح منها 5000 وشوية مش اكتر من كده القولية، لان سنة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام اقواله واعماله وتقريراته، انما بقية السنة عملية، صلوا كما رأيتموني اصلي وصوموا وحجوا هكذا، خذوا عني مناسككم. هنلاقي ان السنة في اكثرها العملية هي اللي بتغفر الذنوب. يعني هنلاقي مثلا ان موقف واحد بس، يعني سيده ارتكبت كل الوان الفاحشه ووجدت كلب عطشان في الشارع ياكل الثرى من العطش فسقته، يقول سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام فشكر الله لها وغفر لها. هي قدام الناس خاطئه، لكن عند الله وليه من اولياء الله. بايه؟ بموقف واحد. طيب، وذكر لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أن امرأة تصلي وتصوم ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها قال هي في النار. فالقصة عشان كده أنا تعمدت أقول لحضرتك رمضان الشعائر ورمضان العمل. فإحنا النهاردة إزاي ربنا يتقبل مننا ويرقق قلوبنا ويخلي قلوبنا في خشوع وفي تجلي ويقربنا منه بالعمل، نزود الجانب العملي شويه في شهر رمضان المبارك، وخاصه صحيح. رد المظالم لاصحابها، لان رد المظالم لاصحابها من افضل الاعمال اللي ربنا بيتوب من خلالها على الشخص. صحيح. المسلم من سلم المسلمون من الناس من لسانه ويديه. الناس صحيح. من لسانه ويديه. وفي روايه المسلمون. نعم. المسلمون صحيح. طيب خليني اسال حضرتك بقى عن افضل العبادات في هذا الشهر الفضيل. حضرتك تقول لنا كده خطه او برنامج نتبعه خلال هذا الشهر علشان نفوز ونكون من الفائزين في هذا الشهر الذي يعني تفتح فيه طبعا ابواب الجنه وتغلق فيه ابواب النار. ورقه صغيره. مش هنكتب الجدول بتاع الامتحانات وبتاع المذاكره اللي ما كناش بنطبقه زمان واحنا صغيرين، لا احنا هنكتب فيه بس نقاط صغيره عشان ناخد بالنا. رقم واحد حياه العباده. رقم اتنين صله الرحم، عملت ايه؟ رقم ثلاثه الصدقه. رقم اربعه قراءه القران قد ايه؟ رقم خمسه حاله الخشوع والتجلي. دي المقياس بقى. حاله الخشوع والتجلي. لانه الانسان الخاشع هيقدر يعمل كل حاجه وهتبقى سهله جدا بالنسبه له. الانسان اللي قلبه لسه جامد وهو بيؤدي بس بجسده لسه قدامه لسه بدري شويه. فاحنا النهارده على مستوى العباده هنحافظ طبعا على صيامنا. هنحافظ في نقطه على صيامنا. هنا مهمه حضرتك بتتكلم عنها الخشوع. طيب يعني في ناس بتسال ساعات احيانا هم بيصلوا او اثناء الصيام هم بيصلوا او بيصوموا اداء واجب. مش حب او مش خشوع قوي، هل ده بيقلل من الاجر؟ لسه هما في بدايه الطريق، عايزين نكمل بقى الدرجه الثانيه. هو طبعا حضرتك لما بنروح اي برنامج تاهيلي او نروح اي حاجه مش بيكون في مستوى الاول ليفل 1 وليفل 2 3 طب يعملوا ايه عشان يوصلوا للمستوى الثاني وهكذا. احنا دلوقتي النهارده عايزين نرتقي. الارتقاء اهل الله يقولوا ايه؟ التخلي ثم التحلي ثم التجلي. التخلي ثم التحلي ثم التجلي. التخلي اننا اتخلى عن الاشياء الغلط اللي انا بعملها، لان الحاجات الغلط اللي انا بعملها هي حجر عثره
بين قلبي وبين ربي. الحاجات الغلط اللي انا بعملها حجر عثره بين قلبي وبين ربي. التخلي في قناه كده متصله بين القلب ورب العزه. فاحنا لازم نتخلى. نتخلى يبقى ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم، وكل واحد عارف بينه وبين نفسه اخطائه، وخاصه الاخطاء اللي هو مش راضي عنها. يبقى التخلي. بعد كده بقى هو اول ما تخلى هيحس بحلاوه. الحلاوه دي حلاوه نور وروح، مش حلاوه في البق. لا وكلمه حلاوه دي متاخده من حديث قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوه الايمان: ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما، وان يحب المرء لا يحبه الا لله، وان يكره ان يعود في الكفر كما يكره ان يقذف في النار. ده الموضوع له علاقه بالمشاعر، حب وكره، حب الله وحب سيدنا رسول الله وحب الناس وحب الخير وكره الغلط. إذن ده حلاوة الإيمان اللي الإنسان بيشعر بيها. بعد ذلك هيشعر بحاجة من الروحانيات الأعلى، حالة من الخشوع والتجلي، اللي هو في حالة كده بينه وبين ربنا بيبكي من خشية الله. والمشاعر دي كانت عند سيدنا النبي، وكانت عند صحابة سيدنا النبي، وهي عند الصالحين. وده المقياس بقى اللي الإنسان لما بيلاقيه بيفرح: يا رب وانت خلاص قربتني منك. يعني اللي انا عايز اقوله، لو انت حضرتك هتساليني وتقولي لي ازاي احس ان انا قريب من ربنا، والناس كتير بتسال هذا السؤال، هقول لهم حاجه واحده بس: لما انت النهارده بتقرب من اي حد بتحبه بتحس ولا ما بتحسش؟ لازم بيحس. اي حد بيقرب من حبيبه بيشعر وبيكون في منتهى السعاده. كذلك الانسان لما بيكون قريب من رب العالمين سبحانه وتعالى على مستوى روحه وعلى مستوى مشاعره وعلى مستوى اخلاقه، لا شك انه بيشعر في صوره ايه؟ في صوره حلاوه الايمان، في صوره حاله من الجمال، حاسس ان الدنيا حلوه وسط الابتلاءات دي كلها والضغوط. قال لا في انوار موجوده في الحياه. حاسس ان الابتلاءات اللي عنده دي ولا حاجه. حاسس انه فرحان برب العالمين. وده معنى بقى رضي الله عنهم ورضوا عنه، انه جات له حاله من الرضا، الرضا على حاله، الرضا على ظروفه، الرضا عن حياته، الرضا عن ولاده، الرضا عن مراته. ودي بقى العباده اللي بتؤدي الى تغيير في الحاله الاجتماعيه اللي احنا عايزينها. ده بقى رمضان. هو لما بيوصل للثلاث مراحل وبيوصل للرضا فبيكون سعيد فعلا في حياته. يعني نقدر نقول كده من اللي حضرتك بتقوله ان هو يكون محب، كل العبادات يعملها بحب، لانه هو المحب مطيع. زي ما ابني الصغير سالني مره وكتبت مقال، كان حوار بينه وبينه، قال لي: هو انت ليه ما ضربتنيش وانا عندي 10 سنين؟ هو عنده 12 سنه دلوقتي. فبيقول لي: انت ليه ما ضربتنيش وانا عندي 10 سنوات عشان الصلاه؟ ما انا ما كنتش ساعتها بصلي كويس. قلت له: هسالك سؤال، لو انا ضربتك ساعتها وانت عندك 10 سنين عشان تصلي، وكنت هتصلي خوفا من الضرب، وانت هتصلي وانا هبقى مبسوط، كنت هتصلي بنفس الروح اللي انت بتصلي بيها دلوقتي؟ قال لي: لا. قلت له: هو ده دايما كده، الناس يقادون من ضمائرهم ومن قلوبهم، والذي يقاد بالعصا وبالغلط يصبح منافقا. طبعا حديث واضربوهم عليها لعشر ده ليه تأويله، لأنه كان في حياة بدوية، الحياة البدوية دايما فيها العصا، كلمة العصا دي موجودة عشان تهش على الغنم ومش عارف ايه وايه وايه وايه. فعلشان طريقة الأهل البادية، علشان الولد أو علشان يدوق طعم الإيمان يضغط عليه عشان يدوق طعم الإيمان، بعد كده خلاص هو مش محتاج العصا، الدنيا اختلفت. طب احنا ازاي دلوقتي نقدر نحبب اطفالنا هما في الصلاه والصيام؟ هو ده. يلا بينا نصلي، يلا بينا نصلي، مش صلي ولا صوم، يلا بينا نصوم، نصلي كلنا مع بعض عشان يتعلموا مننا. لانه هو الانسان هو ابن بيئته وابن اسرته. فالاسره لما تكون على قدر من المسؤوليه وعلى قدر من التقوى وعلى قدر من الايمان، لا شك ان الابن بيطلع على طول على 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 والده وناحيه والدته. ولذلك رب العزه سبحانه وتعالى قال: والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان الحقنا بهم ذريتهم. صحيح. فاحنا محتاجين نقود اولادنا
إلى طريق الخير بهذه الطريقة الهادئة، لا بالعنف ولا بالضرب ولا بالخبط ولا بالزعيق ولا أعمل إيه ولا بطرد من البيت، لأن ده بيؤدي إلى نتائج عكسية. كذلك الإنسان لما يدخل لباب العبادة من باب الحب، من باب الحب، فإن الحب يقوده إلى الإيمان والإحسان والقرب من الله والدرجات العلى. ولذلك الحب في حد ذاته، الحب في حد ذاته ربنا سبحانه وتعالى ذكره في القرآن كثيرا، يحبهم ويحبونه، أحب إليكم من الله ورسوله. مجرد الحب في حد ذاته بيدخل الجنة، مجرد الحب في حد ذاته، مجرد الحب بيدخل الجنة. ولذلك لما الرجل بيقول له ايه سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه، رسم حوار، فواحد بيقول لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام متى الساعة، متى الساعة؟ قال وماذا أعددت لها؟ قال ما أعددت لها كبير عمل غير أني أحب الله ورسوله. فقال له الحبيب صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت؟ فقال سيدنا أنس فما فرحنا بشيء أحب من قول النبي أنت مع من أحببت. إذن فأنا أحب الله فأكون مع الله، أكون مع سيدنا رسول الله، أكون مع صحابة رسول الله، أكون مع الصالحين، أكون مع الأنبياء، وأشوف سيدنا عيسى وأشوف سيدنا موسى وأشوف أنت مع من أحببت. الحب دائما هو الذي يذلل الصعاب، وهو الذي يقود الإنسان إلى العمل، ويقود الإنسان إلى الخشوع وإلى الأعمال الصالحة وإلى الخير. إنما الإنسان اللي بيؤدي الأداء، لا، العبادة ما ينفعش فيها أداء، العبادة لازم يكون لها قلب من وراء الأعمال، قلب يضخ زي ما بضخ الدم، بيضخ الاندفاعات ناحية الخير. طيب برضو يعني من الأسئلة اللي الناس كلها بتسألها، أنا أعرف إزاي إنه ربنا سبحانه وتعالى بيحب؟ إحنا عارفين إن ربنا يعني بيحب كل خلقه طبعا، لكن إزاي، هل في علامات معينة أعرف إن الله سبحانه وتعالى بيحبني أو إنه راضي عني؟ خلينا نقول، لأنه ساعات مثلا ممكن من الذنوب ويعني المعاصي في حياتنا فنفتكر إنه يعني دي بتبعدنا عن الله سبحانه وتعالى، فإزاي إحنا نحاول نقرب ليه؟ أولاً كل واحد ليه إشارات خاصة بينه وبين ربنا، الإشارات ليست واحدة. يعني في الطريق وإحنا مسافرين كده لله سبحانه وتعالى وأن إلى ربك المنتهى ففروا إلى الله، في وإحنا ماشيين في الطريق كده إشارات، كل واحد ليه إشاراته. ولما أسأل حضرتك ولو تسأليني وأسأل أي حد، هو أنت حسيت بإن ربنا واقف جنبي؟ آه والله ده واقف جنبي، ده أنا كنت، ويحكي لي قصة. إذن دي إشارة إن ربنا وقف جنبي، فلما أنت اعترفت إن ربنا وقف جنبك في شدة، دي كده إشارة. إشارة إشارة. في إشارة اللي يشوف إن دي مشكلة في حياته هو كده بعيد، في كم مشكلة في حياتك ربنا سترها معاك، دي إشارة. طيب في كم خطر محتمل أنت كنت هتموت وربنا مرره مرور الكرام، زي ما مرر قال للنار كوني بردا وسلاما على ابراهيم، خلاها بردا وسلاما عليك، دي اشاره. طيب هناك بقى اشارات خاصه، الاشارات الخاصه دي الانسان بيشعر بها في القلب، وجود حلاوه الايمان في حد ذاته الشعور بها اشاره، يحس وهو بيدعي وهو بيقول يا رب، انه بيتكلم من قلبه اشاره، لانه لا يهتدى الى الدعاء الحق الا اذا اذن الله تعالى لك بالدعاء. يعني مجرد لما قلبك منشرح واحنا بنقول يا رب يا الله يا الله وبنقول من قلبنا، هذا دليل على ان ربنا فتح لك الباب. صحيح. وهناك اشارات خاصه لكل واحد، قد يكون هناك اسرار، سيكونوا الاسرار. يعني في بعض الناس بيكون عندها ولايه او يكون عندها قدر من الصلاح ولهم اسرار بينه وبين ربنا ما نفشهاش، لا يجوز فشائها، خلينا نخلي الاسرار الربانيه اللي ربنا حطها في قلبنا بين الحبيب وحبيبه، بين رب العالمين وبين عبده، خلها السر. وكان اهل الله قديما يقولون ان افشاء سر الحب من الذنوب، من الذنوب، افشاء سر الحب الالهي من الذنوب. ازاي بقى؟ يعني مثلا لو واحد شاف رؤيا، ورؤية دي شاف ربنا مثلا، أو شاف ملكوت الله،
او هو الانسان ما بينه وبين ربنا حصلته كرامه، والكرامه هي خوارق العادات، خوارق العادات بخلاف المعجزات، خوارق العادات على ايدي المضطرين او المخلصين او الصالحين. كان خلاص العربيه هتضربه وتخبطه، العربيه مش عارف راحت فين، عملت منين. فاذا قد يكون دي كده خوارق العادات. طبعا لما تيجي تفكري فيها وتيجي تكتبي تقرير والخبراء يقولوا ده ضد الفيزياء. ضد الفيزياء لمين؟ عشان بينجي الراجل ده، عشان ينجي الراجل ده. دي خوارق. طيب نقعد بقى نمسك الميكروفون ونطلع في التلفزيون ونقول والله انا حصل لي كذا وكذا وكذا. طيب هو الحبيب حاطي سر للحبيب، فالحبيب رب العزه سبحانه وتعالى عطي سره لحبيبه، يقوم حبيبه ينشره. فده لا ما فيهوش حلال وحرام، بمعنى ان في احكام، انما اهل الله يقولوا الكلام ده ما نفشيش سر الحب. لو وصلنا الى درجه الاحسان، والاحسان ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك. ونموذجه شاب من شباب الانصار، سيدنا النبي اكتشفه فجاه كده، قال كيف اصبحت؟ قال اصبحت مؤمنا والحمد لله. قال له بالراحه، انت بتقول الكلام ده وانت واثق ليه؟ قال له علامه ده ايه؟ قال صمت بنهاري، أضمأت نهاري بالصيام، وقمت ليلي بالقيام، حتى أني إذا وقفت بين يدي ربي أصلي كأني أرى عرش الله بارزا، وأرى أهل الجنة وهم في الجنة يتزاورون، وأرى أهل النار وهم في النار يعذبون. قال عرفت فالزم، أنت وصلت، اثبت بقى على كده. هذه الحالة لما تكون موجودة نفرح بها ونحس إن ربنا معانا، ونحس إن ربنا سبحانه وتعالى قريب مننا. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. إذن الشعور بقرب الله سبحانه وتعالى مننا في كل المواقف في حياتنا، والشعور بمعية الله سبحانه وتعالى ده بنؤجر عليه. ده مش بنؤجر عليه، ده جنة. صحيح. ده الإنسان بيشعر بجنة في روحه وفي قلبه، هي أعظم بكتير من أي رفاهية سلام. في الحياة. سلام في روحه طبعا. طب يا رب نكون منهم يا رب. يا رب يا رب نكون منهم يا مولانا. طيب خليني اسال حضرتك بقى على طول يعني عن مبطلات الصيام، ايه هي المبطلات الصيام في هذا الشهر الفضيل؟ اولا خلينا نفرق الاول ما بين الصوم والصيام. اللي امرنا به في شهر رمضان الصيام. يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام. الصيام هو الامتناع عن شهوتي البطن والفرج من طلوع الشمس الى غروبها. ده ادينا كده الصيام. مبطلات الصيام ايه؟ مبطلات الصيام هو الاكل والشرب والعلاقه الزوجيه. تمام؟ مفيش تاني، مفيش حاجه تانيه. الناس اللي يقول لك اصل هو عفوا قيء. القيء ده لو تعمد، لكن ما تعمدش القيء ما صيامه صحيح. ده مبطلات الصيام. الاكل والشرب، القضاء والتوبه. عليه القضاء والتوبة عند رأي الجمهور، وهناك رأي يقول لا، عليه القضاء والكفارة اللي هي إطعام 60 مسكينة في اللي مجد فصيامه شهرين متتابعين. أما العلاقة الزوجية في الشهر في نهار رمضان، فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أفتى للرجل الذي قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان إن هو يطعم 60 مسكينا فإن لم يجد فصيامه شهرين متتابعين. مع القضاء طبعا، مع صحيح. القضاء هذا اليوم، مع طيب. الأخذ في الاعتبار أن الإفطار في شهر رمضان المبارك بدون عذر، كنت أسأل حضرتك. أيوة، بدون عذر هو أعظم ذنب. قال صلى الله عليه وسلم من أفطر يوما من رمضان لم يجزه صيام الدهر وإن صامه. لو صمنا العمر كله ما نقدرش نعوض يوم لو ما عندناش عذر. أما لو إحنا مرخص لنا الفطر نفطر ونلا الأجر كاملا، زي المرض وزي السفر وزي مرض السكر ومرض الكبد. لكن الفطار دون عذر ده لا كفارة، جريمة. يعني من الكبائر، من الكبائر. ويجب على الإنسان أن يتوب منه ويستغفر ويقضي هذا اليوم، يا رب أنا غلطت وخلاص، وربنا يتوب عليه. صحيح. طيب يعني لو هسأل حضرتك يعني أبواب كده على الإنسان أنه هو يغلقها في شهر رمضان، 7 أبواب يقفلهم في شهر رمضان حتى نكون من الفائزين، إيه هي؟ إذا كنا احنا بنتكلم عن تقصدين الأبواب بتاعت الإنسان في حد ذاته، يعني في الحياة، في الحياة احنا نبعد عن أصدقاء السوء. أي نمرة كده ولا كده دايما متعود أن نغلط من خلالها، بلاش.
في مسألة اتصالاتي، الاتصالات كلها موبايلات والفيسبوك والتواصل الاجتماعي اللي دايما بيكون فيها أخطاء ودايما فيها تجاوزات وفيها غير ذلك. نبعد عن الشر ونبعد عن أهل الشر، مهم جدا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. طيب. رقم اثنين، نبعد عن الكبر. لأن الكبر عائق، أكبر عائق من عوائق العبادة والقبول، الكبر، إن أنا أتكبر وتعالى على الناس وأحس إن أنا أعلى منهم سنة. وأكبر ألوان الكبر، الكبر بالدين وبالإيمان. أنا بصلي التراويح وملتزم فأنا أحسن من غير، بينه وبين نفسه دي جريمة. الكبر والتعالي نبعد عنه. الأمر الآخر إني أسلم جوارحي من الخطأ، أسلم جوارحي من الخطأ، العين واليد والأذن والقدمان، لأن دول هيشهدوا علي يوم القيامة. صحيح. أنا بشكرك يا مولانا جدا على وجودك معنا على شاشة اليوم السابع، فضيلة الشيخ أحمد تركي أحد علماء الأزهر الشريف. بشكر حضرتك شكرا جزيلا، وربنا يا رب حضرتك. يعني يبلغنا رمضان ويتقبله مننا يا رب، ويهدينا لما يحب ولما يرضى يا رب إن شاء الله، ويجعلنا من المقبولين ويجعلنا من الفائزين في هذا الشهر الكريم. يا رب. تحياتي حضرتك اليوم السابع، وشكرا لكم جميعا على هذا الجهد المبارك. بشكر حضرتك شكرا جزيلا، وبشكر حضراتكم على المتابعة، وربنا يتقبل منا جميعا صالح الأعمال في شهر رمضان المبارك. وهذه تحياتي أنا لكم جيرمين شلبي، إلى اللقاء.